إنها الساحة التي أمام مقر عمالة برشيد، حيث تحول لونها إلى أزرق بسبب الإضراب الذي نظمه أرباب وسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، يطالبون فيها السلطات بإدخال مذكرة السيد الوزير إلى حيز التنفيذ سليما حسب قولهم. ويأتي هذا الإضراب عقب الحكم لصالح صاحب المأذونية ضد المكتري وعدم تطبيق مذكرة السيد الوزير بشكل سليم حسب قولهم. وتعرف سيارة الأجرة بأصنافها بمدينة برشيد بالأغلى في المغرب، حيث يتم عقد كراء مع صاحب المأذونية بسومة كرائية تقدر ب 1500 درهم شهريا، بالإضافة إلى ما يعرف بالنوار ويصل قدره إلى 35 مليون سنتيم لا تستفيد منها المدينة. وأفادت مصادر عليمة لصفحة برشيد نيوز على أنه من المرشح أن يستمر هذا الإضراب لثلاثة أيام على التوالي وقابلة للتمديد، كما أنهم قد بدأوا ببناء خيام لكي تحميهم من أشعة الشمس الحارقة. برشيد نيوز.